السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم يا شباب وحشتونا وحشنا كلامكم الطيب تحيه طيبه للجميع النهارده باذن الله معانا عطل جديد زي ما تعودنا مع حضراتكم التلفزيون اللي معايا ده في مشكله لمبه حمراء زي ما انتم شايفين بالضغط على البريستات الجهاز ما بيفتحش ولا في اي استجابه طبعا المفروض اللمبه دي نورها بيخف شويه وبعد كده بيفتح معايا الجهاز يلا بينا ان شاء الله نشوف العطل معانا الجهاز معنا. جاب لمبه حمراء وما بيقومش على الوضع ستاند باي وهنوصل مع كده ونشوف انا قبل الباور ومعايا الفرنشة بتاع اللاين زي ما انتم شايفين حضراتكم الجهاز واقف على لمبة حمراء الفرنشة بتاع اللاين معايا بعيد طبعا هو مش شغال عشان كده انا فلانشة بتاع اللاين مش مثبتها لو الجهاز شغال وفي مشكلة تاني كنت اثبت الفلانشة بتاع اللاين علشان ما تأذناش ولا حاجة لأن فيها ضغط عالي وفولت عالي بيخرج من هنا فحذاري حذاري لو شغال في الجهاز تحاول تبعده عنك نهائي فدي نقطة حبينا ننوه عليها طبعا الفيديو بتاعنا فيديو كويس ومهم يعني بالنسبه للناس اللي هم المبتدئين وبالنسبه للناس الفنيين ممكن ياخد فكره برضه معانا وتابع الفيديو للاخر علشان تقدر تستفيد بكل المعلومات اللي فيه لان احنا معظم الفيديوهات بتاعتنا اللي هي الاصلاح دلوقتي ما بتبقى طويله شويه لي عشان نضخ شويه معلومات يعني قدر كافي من المعلومات بحيث الناس تستفيد فبنحاول في كل فيديو كده نوضح بعض النقاط وبعض ال... الاساسيات في الشغل بتاعنا علشان نستفيد ما بخشش نصلح عطل ونطلع فطبعا عشان الناس اللي بتقول لك الفيديو طويل انا الفيديوهات دي عاملها علشان ناس مبتدئين عشان المبتدئ ما فيش تلفزيون يبدا يشتغل ازاي والمعلومات اللي بديها له من شغلي وخبرتي وخبرات ناس يعني استفدنا منهم برضو ويعني وتعليم الواحد ما بيقفش مكانه لازم يتعلم فطبعا معظم المعلومات لو يعني معلومات وخلاص بنحاول نشارك خبراتنا ونشارك اعطال بتبقى متكرره وبنحاول نوضح لكم الصوره علشان لو جالك جهاز زي ده في نفس العطل او جهاز غيره او جهاز غيره يبقى انت عارف هتشتغل منين وهتبدا منين تبقى فاهم الفكره الاساسيه مش الفكره انك انت تطلع عطلة وخلاص دي حاجه الحاجه التانية ان شاء الله هنبدا ان شاء الله نتكلم مع بعضينا ونشوف العطل بتاعنا فين ونبدا نعمل له صيانه طبعا الجهاز معايا زي ما انتم شايفين كده ده الشاسيه بتاع التلفزيون الشاسيه ده ممكن يشتغل معاك تلاقيه في تلفزيون 14 بوصه او تلاقيه في واحد 21 بوصه نفس الشاسيه هو هو الشاسيه ده شاسيه توشيبا 14 بوصه موجودة في التلفزيون 14 بوصه اللي شفت حضراتكم في الاول ده هنبدا ان شاء الله نفحص الشاسيه ونشوف العطل بتاعنا ونبدا ان شاء الله نعمل له مع بعضنا طبعا انا فصلت قبل الباور دلوقتي طبعا مبدئيا كده زي ما اتعودنا مع حضراتكم بدايه ما بفك اي جهاز بنبدا نشيك على المكثفات اللي موجوده جواه ونشوف شكلها المنظر العام كده زي ما انتم شايفين حضراتكم ببدا اشيك على المكثفات بتاعتي واحد واحد من بعيد كده انا بص على شكل مكثف مثلا في انتفاخ في البلاستيك اللي حواليه ده متشال من مكانه ولو ممكن يبقى سليم يبقى تالف وسليم وشكله سليم لكن احنا النظر العامه معظم المكثفات بتبقى تالفه ومعظم اعطال التلفزيونات او معظم اعطال الشغل عامه عندنا يعني بيتسبب في المكثفات بنسبه 70% او 80% فاول حاجه حضرتك هتبص عليها المكثفات عندك كده اهو اللي موجوده عندك في الشاسيه زي ما انتم شايفين حضراتكم بص عليها كده طبعا بتبص على الحاجات الاساسيه المكثف مكثف زي ده الحاجات اللي ممكن تسبب معاك في نفس العطل انما انت مش مش يبقى عندك عطل في منطقه تاني وتيجي تبص على مكثفات البار يعني ممكن يبقى الجهاز شغال معاك 100 مية مفيش مشكله فيه في مشكله في في صوره في حاجه في صوت تبص على اساسيه الباور على مكثفات الباور او الحاجات دي لا احنا بتركيزنا بيبقى على المنطقه اللي هي فيها العطل فطبعا الشاسيه اللي معايا ده زي ما انتم شايفين حضراتكم آه هنتكلم كده عن شويه حاجات موجوده جواها بحيث تبقى انت عارف الحاجات دي وظيفتها ايه؟ عندك هنا ده دي كده منطقة الباور معايا اهي حتى في علامة عليها اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم دايما الباور في اي جهاز هتلاقي عليه العلامة دي يا يعني اما تلاقي علامة بيضة زي كده مسطرة ودم الباور في وسطيها لحد السوبر هنا كده اهو لان يعني احنا عارفين ان المنطقة دي المنطقة السخنة الفولت فيها عالي بوصل ل 400 فولت و350 فولت و300 فولت على المكثف الكبير ده فطبعا المنطقة دي الكهرباء اللي فيها عالية فانت وانت شغال تبقى دايما حذر من المنطقه اللي معانا دي اللي فيها الفولت عالي دي المنطقه السخنه المنطقه البارده عندي بعد الشبر الشبر ده كده يعتبر هنا النص بتاعه ده كده فاصل لي النص ده على النص ده حتى انت لو هتلاحظ حضرتك هتلاقي هنا خط جاي من هنا اهو وخارج من هنا على الشبر زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو طبعا ده دا دايما هتلاقيه في معظم البورد سواء شاشه تلفزيون سوبر اي شيء هتلاقي المنطقه السخنه اللي هي منطقه الباور دي مفصوله عن المنطقه البرده اللي معايا اللي هنا قدامي دي طبعا هنا عندنا آه في موجود معايا هنا في المنطقه دي عندك هنا ده اي سي الباور او اي سي المذبذب ده اي سي مذبذب وفي نفس الوقت في مسفت يعني الاثنين مدمجين في بعضهم زي ما شرحنا مع حضراتكم ووضحنا في دائره الباور عندي ده اي سي اي سي مذبذب وفيه المسفت اللي هو بتاع التقطيع يعني فيه الاي سي اللي هو بيدي اي سي اللي بيدي الاشاره للمسفت وفيه في نفس الوقت فيه المسفت فال الاي سي ده اي سي ضم من الاتنين يعني احنا عارفين ان ده الباور دايما بيبقى فيها اي سي مذبذب ومسفت معايا للتقطيع يعني المذبذب اللي بيدي الاشاره على الجيت للمسفت علشان يقطع ويطلع لي جهد مقطع مقطع ليه متردد ليه الشوبر اللي معايا ده لان الشوبر ده ما بيشتغلش على جهد جهد دي سي لان الجهد اللي خارج من المكثف الكبير هنا جهد دي سي مش جهد اي سي فطبعا انا عشان احوله لجهد متردد بضطر اركب مسفت واركب اي سي اه سوليتر عشان يطلع لي الجهد متقطع لان الشوبر ما بيشتغلش غير على فولت متقطع فبياخدوا الفولت المتقطع مننا بيحولوه تاني لفولت برضو متقطع او متردد بيخرج مننا معايا بعد كده بيتحول معايا من جهد متردد بنحوله لجهد دي سي عشان يشغل معايا بقيه المكونات وده عن طريق ان انا جهد دي سي دايما بيتحول معايا بمكثف و وديود زي كده الديود ده عشان هحول لي الجهد من اي سي لدي سي والمكثف عشان يعمل لي تنعيم للتيار او رفع للتيار او آآ آآ شحن وتفريغ دي شغلانة المكثف تنعيم وشحن وتفريغ ورفع للتيار دي دي تعتبر وظيفة وظائف المكثف الرئيسية فطبعا انا عشان اخد الجود من هنا لازم يبقى معايا مكثف ومعايا ديود دي مرحلة والكلام ده اتكلمنا عليه في دايرة الباور طبعا معايا هنا ده قلنا اللي معايا ده ده السي المذبذب او الاوسليتور عندي هنا ده اللاين الضغط العالي معايا هنا في باور باور لاين ده باور لاين حضراتكم اهو الباور اللي معايا ده اهو ده باور لاين عندي هنا فيرتيكال ده ايسيل فيرتيكال ايسي معايا اهو نكبر كده نكبر الصوره عشان الصوره تبقى والناس تعرف اماكن القطع يبقى احنا قلنا زي ما حضراتكم زي ما شفت حضراتكم هنا منطقه ده الباور وده ده اي وده اي سي وعندنا وعندنا اللاين الباور باور اللاين او ترانزستور اللاين بعد كده عندي ده اي سي العمليات او الكنترول بعد كده عندي هنا ده الميموري او الايبروم هو معايا ورقم اهو زي ما حضراتكم رقمه 24 24 سي 0 ممكن تلاقيه 8 ممكن تلاقيه 16 24 زيرو 8 24 16 ده بالنسبه للتلفزيون آه ده إيس العمليات اللي هو الكنترول اللي معايا ده ده الصوت معايا زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو ده إيس الصوت معايا اللي موجود ده ده التيونر دي معظم يعني المكونات الاساسيه اللي احنا هنشتغل عليها طبعا هنيجي لحضراتكم دلوقتي نتابع كلامنا على الفيديو بتاعنا اه لو فحصنا المشكله بتاع الستاند باي ايه ممكن تيجي من مشكله الستاند باي ممكن تسبب فيها قطع كتيرة موجوده معاك في البورده دي او في معظم البرد لكن يعني احنا بنتكلم على بوردة التلفزيون فهنخلي كلامنا على بوردة التلفزيون اللمبه اه الحمراء او وضع ستاند باي ممكن يجيلك من قطع كتيره يعني ممكن لو في مشكله عندك في دايره الباور تسبب معاك في لمبه حمر او لمبه بترمش لو في مشكله عندك في مكاسي ده ممكن تسبب معاك لمبه حمر في مشكله عندك في اللاين يتسبب معاك في المشكله دي في مشكله عندك في اي سي الفيرتيكال يتسبب معاك في المشكله دي في مشكله عندك في في ترانزستور لاين يتسبب معاك في المشكله دي في مشكله عندك في السوفت وير ممكن يتسبب معاك في المشكله دي في مشكله عندك في الكنترول ممكن يتسبب معاك في المشكله دي لكن طبعا احنا من الشائع في الاجهزه دي في حاجات معينه بتسبب معانا ان الجهاز يبقى جايب معايا لمبه حمر فاحنا بناخد الاساسيات الاول وخبراتنا وشغلنا في الاجهزه دي وبنبدا نتعامل مع القطع الاساسيه اللي بتسبب معايا في المشكله فطبعا اول حاجه هنعملها دلوقتي معانا حضراتكم هنبدا نقيس الجهود اللي موجوده معايا هنا طبعا الجهود اللي هي موجوده معايا بتخرج عندنا نوعين من نوعين من الجهود جهود بتخرج معايا من دايره الباور او من الشوبر من هنا وجهود بتخرج معايا من اللاين الاجهزه دي مختلفه على اجهزه الصين الجهاز التوشيبا ده او البرودكت الشيبه طبعا كل برده مختلفة عن التانية لكن خارج الجهود بالنسبه لي البردة و وبعض الاجهزه الاخرى مختلفه عن الشاسيه الصيني، الشاسيه الصيني او معظم الجهود بتخرج معايا من الشبر. يعني جهود الفيرتيكال هنا بيخرج معايا من الشبر، انما في الجهاز اللي معايا ده او جهاز التوشيبا اللي معايا ده البوردة دي الجهود بتخرج معايا في جهود بتخرج معايا من هنا وجهود بتخرج معايا من اللاين. فهنتعرف الاول على الجهود اللي بتخرج معايا من دايره الباور وبعد كده انا اعرفكم الجهود اللي بتخرج معايا من اللاين الجهود اللي بتخرج معايا من دايره الباور حاليا جهود دي جهود بتخرج معايا اساسيه جهد هيخرج معايا ليه جهد 10 فولت هيغذي لي اللي وضع الستاند باي والكنترول وال... وال, وال... اللي معايا دي وجهد ال 110 يخرج معايا هنا عن طريق السيليكون ده الموجود مع حضراتكم ده السيليكون ده هيخش معايا على فلوس ال 110 هنا ده اللي بيشغل المنطقه دي عندي بقى اللاين هيخرج معايا جهود ايه؟ اللاين هيخرج معايا ثلاث جهود هيخرج معايا جهد الايسير فيرتيكال وهيخرج معايا جهد لقواذف الالوان اللي معايا ده اللي هو ال 180 فولت او ال 160 فولت القواذف دي وهيخرج معايا جهد ال 5 فولت اللي بيخش معايا هنا في في السكوت معايا هنا دول الثلاث جهود يعني في ثلاث جهود مختصين دلوقتي بيخرجهم اللاين وثلاث جهود هيخرجهم معايا اي اي سي هيخرجهم معايا دايره الكهرباء او دايره الباور زي ما شفتوا حضراتكم فهنبدا كده حضراتكم نقيس الجهود ونشوف ايه اللي موجود عندنا بسم الله الرحمن الرحيم نبدا اوصل باور كده معايا اجيب الابو معايا نبدا كده حضراتكم طبعا ما تيجي تقيس بقى فيه في حاجه لازم تبقى واخد بالك منها هنا لازم انا اثبت على ارضي بارض الافو والزائد اللي هو بتاع الافو او الفرد الحمر اللي معايا دي فطبعا عندي في اتنين ارضي في ارضي سخن اللي هو على المكثف ال فولت اللي معايا ده وفي ارضي بارد اللي هو معايا هنا بعد العلامه اللي انا لحضراتكم دي فانت لما تيجي تقيس ما تثبتش ما تثبتش الارض على ارض المكثف هنا واي حاجه تخص ارض المكثف لو هتقيس الجهود اللي موجوده هنا هثبت على ارض المكثف في حاله في مشكله في دائره الباور انا بقيس القطعه اللي جوه دي عن طريق ان انا بثبت على ارض دي دائره الباور انما خرجنا من دائره الباور ما لهاش علاقه بالارض اللي موجود هنا خالص فانت دلوقتي هنشتغل احنا, احنا في المنطقه دي الجهاز شغال حاليا هنبدا نثبت في اي قطعه كده ارضي انا حطيت هنا ثبتت بالتونه اهو هبدا كده أشوف الجهود اللي موجوده معانا حضراتكم طبعا عندنا المفروض هنا ده ده ديود اللي هو ال 110 المفروض هنا الجهاز فتره ستاند باي يبقى عليه اقل حاجه تبقى 70 فولت لو جينا قيسنا كده الديود ننزل عليها الديود اهو جنب الشبر ده هاجي كده عليه كده اهو عند خارجه وابدا اقيس الجهود بس هضربكم الجود اللي موجود معايا كام؟ 75 فولت معنى كده ان ده الباور شغاله معايا ومخرجه فولت ايه؟ 75 فولت او اقيس أقيس هنا على الفيوز هنا ده فيوز هنا اهو موجود عليه 75 فولت لكن هو متشال هو جاي عند صناعه متشال ومعمل قفله من تحت ده جهد الجهد التاني اللي ممكن اللي معانا هنا 11 فولت موجود معايا معايا هنا موجود اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم وجود ثابته معنى كده ان دايره الباور اكيد 90% شغاله معايا باستمراريه ما فيهاش مشكله يعني الجود اللي خارجه معايا ثابته ما فيهاش تغير كتير يعني انا حاطط تردد الفولت الفولت ثابت هو معنى كده 90% دلوقتي الباور عندي ما فيهاش مشكله لو في تذبذب في الفولت الفولت بيطلع وينزل معاك بعد ما تفصل بعد ما تفصل الفيوز ده زي كده الفولت بيطلع وينزل معاك كده 90% يبقى عندك مشكله في دايره الباور كده عرفنا ان دايره الباور عندي ما فيهاش مشكله يبقى انا الشغل بعد كده يبقى في المنطقه اللي هي ممكن تتسبب معايا في اللمبه الحمراء او وضع ستاند باي يبقى انا عندي هنا ممكن يتسبب معايا في وضع ستاند باي زي ما قلنا الايموروم اللي معايا اللي هو ده او ممكن اسيب كنترول لكن ده مستبعد شويه ما يعني ما تحصلش كتير او عندنا مثلا قلنا اللاين او اي سي او او, أو الله اللهم صل على سيدنا محمد يعني اسباب كتيره تسبب معاك في موضوع اللمبه الحمراء فاحنا هنبدا كده بعد ما قسنا الجود كده تأكدنا ان الجود بتاعتنا كويسه يبقى انا عندي هنا ال 110 هنا اوصلها وأشوف ال 5 لا من قبل ما اوصل 110 هنعمل حاجة. أنا دلوقتي فصل ال 110 عشان أتأكد إن دايرة الباور معايا سليمة هعمل إيه؟ هثبت على 110 هنا كده وهضغط على زر التشانل أو القناة أو بتاع القناة دي وأشوف الفولت هيرفع معايا وهيثبت ولا هينزل. كده الفولت رفعة وسبت معايا. معنى كده إن دايرة الباور شغالة معايا تمام زي الفل سيل ابوروم شغال معايا اخد النبضه واشتغل طالما الجهد خرج معايا وسيبت كده يبقى انا كده من هنا هستبعد الابوروم معايا واستبعد الكنترول لان دول لو في مشكله الجهاز مش هيفتح معايا او مش هيرفع معايا فولت ال 110 كان هيظبط على 75 فولت والجهاز هيفضل على وضع ستاند باي يبقى انا كده استبعدت الكنترول واستبعدت الميموري معايا اصبحنا دلوقتي انا فاصل المنطقه اللي معايا دي انا فاصل الباور لاين انا فاصل الجهد اللي داخل على اللاين وعلى باور لاين وعلى المنطقه دي كلها يبقى انا اصبحت المشكله عندي كده في المنطقه دي كده ما فيهاش مشكله ودائره الباور عندي سليمه اصبحت المشكله حصلت عندي فين؟ حصلت عندي هنا في اللاين وهيسيب الفيرتيكال والترانزستور اللاين اللي موجود معايا ده منحصره في الثلاث قطع دول يا اما اللاين تالف يا اما الفيرتيكال قافل او في مشكله في قطعه فيها شورت او آه باور لاين في مشكله او عندي مشكله تاني في السكوت اللي معايا ده سكة الشاشه اللي موجود معايا حضراتكم ده لو في ترانزستور قافل هنا هيكتم لي فولت ال 180 او هيكتم لي الخارج اللي موجود من هنا هيعمل لي لمبه حمراء في نفس الوضع فلو في ترانزستور قافل هيسبب في نفس المشكله فطبعا نفس البار بتاعنا كده وهبدا اوصل معايا الفيوز لان انا فصلته هو كان الجهاز جاي متوصل زي ما هو كده وانا فصلت الفيوز عشان اقيس واشوف الجهود هيظبط معايا واعرف المشكله فين انا كده حددت مشكلتي انها مش في دائره الباور ولا في الميموري ولا في يسيل عمليات او يسيل كنترول لان يسيل عمليات لو في مشكله مش هيدي نبض التشغيل للفوتوكابلر عشان يشغل شغال لي بقيه الجهود ويرفع لي بقيه الجهود لان يسيل عمليات هنا هيدي بيدي معايا نبضه كابلر هنا عشان يشغل لي بقيه الجهود بالنسبه للبورده اللي معايا دي فطبعا لو ما فيش ما بديش نبض او مش شغال مش هيخرج بقيه الجهود ويرفع الفولت معايا ال 110 زي ما شفت حضراتكم كده ولو في مشكله في الاي سي الميموري نفس الوضع طبعا انا وصلت معايا زي ما شفت حضراتكم هنبدا كده نوصل الباور معايا ونجرب التجربه اللي جربناها تاني كده ونشوف هوصل تاني كده واقيس الجهود بعد ما وصلت باور لاين وصلت الفيوز ده معايا عملت له شورت هنبدا نقيس يعني الجهد كده بص حضراتكم الجهد اللي خارج معايا 75 هو هو هاجي كده اضغط على بريست التشغيل زي ما انتم شايفين حضراتكم الجهد ثابت زي ما هو ما اتغيرش مع اني قبل ما اوصل الفيوز الجهد معايا اتغير ورفع ل 110 افصل الكهرباء تاني كده واوصل ونشوف مع حضراتكم ان نكرر تاني وضع هوصل الكهرباء اهو وهثبت على ديود ال 110 وهضغط على زر باور كده مفيش اي زياده في الفولت ولا اي شيء كده انا استنتج ايه كده استنتج ان المشكله عندي اصبحت منحصره في القطعه اللي معايا دي يا اما السيل فيرتيكال يا اما اللاين يا اما باور الضغط العالي او او الضغط العالي او ترانزستور الضغط العالي طب نيجي كده نشوف حاجه علشان نتاكد عندي باور لاين اهو اقيسه شوف عليه شورت او معلش هو ما بيعملش مشكلة دي غير لما يكون في شورت او بيكتم الفولت خالص ما الجهاز ما ينورش لمبه حمراء انا هظبط الابو معايا الوضع البازر كده وابدا ايه الشورت كده في شورت عنده ولا ما فيش عشان اتاكد طبعا ده طبيعي ان هتلاقي هنا شورت ده مش مشكله انما هنا كده وهنا كده هنا مفيش اي شورت عندي على باور لاين وممكن يسبب المشكله دي لكن احنا في العاده يعني بنقيس الشورت لو موجود عليه شورت بازر الثلاث اطراف لازم تخلعه وتغيره حاجه ثاني بقى نعملها عندي هنا كده حصلت المشكله عندي في السكوت ده واتحصلت معايا في اللاين وحصلت معايا في اي سي كده اللي انا هقدر اعمله دلوقتي انا هفصل الجهد اللي داخل أي سي الفيرتيكال اللي جاي من اللاين طبعا اللاين بيخرج قلنا 3 فولتات فولت ليه سيل فيرتيكال وفولتين لسكة الشاشه ال 160 بيزو 5 فولت بيشغلوا معايا الفتيله طبعا الجهدين دول والجهد اللي خارج الاي سي ده لو في مشكله هيعمل معايا المشكله دي فاحنا دلوقتي هناخد نفس الجهد اللي واصل للاي هنا هرفع الجهد اللي موجود هنا خالص وهنجرب مع حضراتكم بدل ما ارفع اي سي هشيل المقامة او واشيل الديود اللي معايا ده هرفعه من مكانه هنا حضراتكم انا قمت في بفصل الديود اللي هو بيغذي بيدخل الفولت لايسيل فيرتيكال ربما يشيل فيرتيكال قافل بحيث لو في مشكله إيه ما يبقاش واصل فولت هنا الجهاز المفروض يخرج معايا ضغط عالي والكهرباء او الجود كلها تخرج معايا ما مشكله وفعلا يعني هو يصير ده بيتسبب في المشكله دي يعني في معظم الأوقات يعني، فطبعًا أنا فصلت أسير فيرتيكال كده ومعايا الفرنشة بتاع اللاين إيه موديها بعيد، خدوا بالكم الفرنشة دي بعد كده هبدأ أوصل البار بتاعي، وهنبدأ نقيس الجهود اللي موجودة عندي بعد ما أضغط على زر البار لو اختلفت يبقى أصبح المشكلة أصبحت المشكلة عندي في أسير فيرتيكال، ما اختلفتش ونفس الوضع يبقى المشكلة مش في أسير فيرتيكال. وهيظهر معايا لان الجهاز المفروض لو فيه ما فيش مفي مشكله في فيرتيكال وانا فصلت الجوده بتاع فيرتيكال زي ما انتم شايفين الجهاز هيشتغل معايا ويخرج معايا ويخرج معايا ضغط عالي وبقيه الجوده هتشتغل كويس طبعا اجيت هنا على ديود ال110 او فيوز ال110 وثبت هنا اهو وهبدا اضغط على بريست التشغيل وزي ما انتو شايفين حضراتكم انا سامع صوت اللاين خرج الضغط العالي شغال معايا اهو والفولت ثابت معايا لما فصلت الديود الخاص بي السيل فيرتيكال الجهاز خرج الجهود معايا الفلاشه بتاع الله رفعت معايا اهو هحاول اعمل تيست كده سريع مع حضراتكم هفصل الكابل الأبو بص حضراتكم اللاين اشتغل معايا اهو ورفع معايا جهد واصبحت الجهود كلها تعتبر تمام معايا كده في مشكله عندي في السيل فيرتيكال اما الديود ده قافل او في مشكله اي سي محروق وده 90% يكون اي سي محروق واديكم زي ما شفتوا حضراتكم توصلنا ازاي للعطل بطريقه سهله وبدون مجهود المهم ان انت تبقى فاهم الفكره العامه فكره التشغيل ان في جهود بتشغل بتخرج من الشوبر هنا ومن دايره الباور وفي جهود بتخرج معايا من اللاين بتغذي يسيل الفرتيكال معايا وتغذي معايا سقط الفتيله بتاع الشاشه ففي حاله في مشكله عندي في اللاين او في مشكله في الجهود في الجهود اللي بتخرج من اللاين في حاجه قدامها فيها شورت الجهاز بيقف على وضع ستاند باي او مشكله في الميموري زي ما وضحنا لحضراتكم طبعا عشان ما الفيديو هنبدا نشوف هنقيس الدود ده معانا ونشوفه شغال ولا مش شغال ونوريه لحضراتكم بص حضراتكم الدود ده هنا هو. موجود معايا في قدام اسيل فيرتيكال اهو واسيل فيرتيكال اللي معايا هنور الرقم حضراتكم ده رقم اي سي معايا زي ما شايفين تي دي ايه تلاته وتسعين زيرو اتنين طبعا انت لو لقيتش الرقم ده عادي مفيش مشكلة مش لازم تركب نفس الرقم ممكن نجيب حاجة زي كده انا مجهز اساسا اي سي لان عارف ان العطل كان تسعين في المية يطلع منه هنجيب نجيب حاجه بديله عادي مش لازم نفس الرقم هوريكم هوري حضراتكم دلوقتي رقم تاني ده بديل ليه? هيشتغل معاك كويس انا عامه الاسات الفيرتيكال معظمها بيشتغل على بعضها اللي اذا بقى كان فيه موديل مختلف اللي هيصير البديل اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم رقمه اللي ايه وسبعين زيرو اربعة أو زيرو أربعين ده اللي يصير البديل اللي هيركب معايا مكان اللي ده هو هو نفس البديل ونفس كل حاجة مش لازم تجيب نفس الرقم فطبعا احنا دلوقتي هنقيس الديود ونشوف الديود ده شغال أو مش شغال طبعا طريقة قياس الديود هنظبط معنا معانا وضع البزر من جنب يديك قراية وجنب لا طبعا الفصل المفروض دلوقتي لو عطينا قراية جنبنا هو تالف جنب ده الجنب ده اداني قرايه الجنب التاني مفيش قرايه الدود ده معاه سليم كده يا شباب اصبحت المشكله معانا منحصره في اي سيل هنا واي سي هو اللي عامل المشكله دي كاتم الفولت مش مخرج بقيت مش مش مخرج مش شغال طبيعي في مشكله في شرطة او في مشكله فبيكتم الفولت اللي هو خارج من اللاين وطبيعه طالما الفولت جت بيقف معاك على لمبه حمراء فهنبدأ كده نغير الاي سي ونشوف مع حضراتكم النتيجة ان شاء الله انا كده غيرت ال سي مع حضراتكم اهو طبعا غيرته فصلت الكاميرا علشان اغيره لان انا شغال من البيت يعني حاولت يعني اصور الفيديو ده من البيت علشان اخد وقتي معاكم علشان نعرف نوصل كل معلومه في الفيديو لحضراتكم فطبعا ما معدات كتيرة في البيت فانا غيرته اهو لانه كان هياخد وقت معايا غيرته وهنبدأ نجرب مع حضراتكم ونشوف النتيجة معانا ايه هبدأ أوصل كابل الباور معاه كده وهنبدأ زي ما قسنا في الأول كده نرجع تاني أنا وصلت الديود, الديود وصلته مكانه وركبت الأسيل الجديد معايا اليسير القديم اهو اللي احنا خلعناه حضراتكم اللي كنا بنقول لحضراتكم على رقمه ده سي اللي هو القديم اللي احنا خلعناه رقم حضراتكم على ما اظن هو ظاهر معايا ده رقم سي القديم تي دي اي 93 طبعا هيشتغل معاه 78 زور بعين البديل اللي احنا غيرناه ده هنشوف مع حضراتكم بعد ما ركبنا كده الاي سي ونقيس الجهود نبدا نرجع تاني مكاننا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا وصلت قبل البار والجهاز منور مع لمبة حمراء نبدا أضغط على بريست بريست التشغيل معايا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في حاجة مكنش بتاع اللاين لأن اللاين هيخرج معايا إن شاء الله دلوقتي دي تبعدها بعيد إزاي بلاستر بعيد عنك خالص قبل ما تشغل الجهاز علشان متسببش في صح قليل لا قدر الله نبدأ كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم نوصل كابل الأبو معايا على التيونر هنا في الأرض البارد. و... معايا هنا على الفيوز هنا فيوز الفيوز اللي شايفين حضراتكم كده اهو بعد كده هضغط على زر باور معايا بص حضراتكم الجهاز رفع معايا في صوت معايا والفولت ثابت معايا اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم الجهد ثابت 115 والجهاز رفع معايا نقيس الجهد اللي على سيلفرتيكال كده اسير فيرتيكال مخرج معايا جوه ده 26 فولت الجهد ده اللي خارج من اللاين وهنلاقي هنا 180 فولت على السكوت هنا كل الجهود دي اي جهد هيتكتم فيهم هيتسبب معاك في نفس المشكله نبدا كده نشوف الجهود اللي موجوده معايا على زي ما انتم شايفين حضراتكم انا موجود معايا 160 اهو ده خارجه من اللاين في خمسة فولت موجودة معايا اهي دول اللي هم الفولتين التلات فولتات اللي بخرجهم اللاين. ال 180 او ال 160 وخمسة فولت وال 24 بتاع اي سي الفيرتيكال انما في الشاسيه الصيني الاي سي الفيرتيكال الجهد بتاعه بيخرج من الشوبر ما بيخرجش من اللاين فانا اللاين لو تلف معاك الجهد دي الجهد دي كلها تبقى معدومه معاك والشوبر هنا زي ما انتم شفتوا حضراتكم الجهدين اللي هم موجودين اللي هم 110 و10 فولت معايا و 15 سبت كده التلفزيون اشتغل معاه طبيعي وهيسيب الفيرتيكال ده دايما بيتسبب في المشكله دي حتى في الشاسير الصيني نفس الوضع فلو جالك الشاصي الصيني او او جهاز تورنيدو زي كده او او معظم الشاسيهات اي سي بيتسبب بتسبب معاك في المشكله دي فانت يعني وانت شغال لقيت ما في مشكله عندك ستاند باي حاول تفصل ال 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 الديود بتاع اي سي اللي موجود زي ما فصلناه حضراتكم كده وشوف الجهاز خرج معاك ولا ما يخرجش ما يخرجش عندك آه ترانزستور لاين سبب معاك في المشكله دي عندك في مكثفات في دايره البار تسبب في المشكله دي اسير كنترول الميموري طبعا زي ما شفتوا مع حضراتكم احنا اتبعنا الوطن مع بعضينا واحده واحده وتوصلنا للمشكله عندنا انها كانت في اسير فيرتيكال والجهاز شغال معايا تمام زي الفل فجالك جهاز زي ده من الشاسي الشاسي توشيبا اللي هو فيه اثنين فيوز في فيوز للضغط العالي زي كده ممكن واقف على لمبه حمراء يفصل الفيوز ده وقيس الجود بتاعتك واضغط بريست لو قام معاك وال110 خرجت زي ما شفت في اول الفيديو معنى كده ان عندك سي كنترول سليم والميموري سليم ومفيش مشكله عندك في الباور المشكله عندك هتبقى في المنطقه الثانيه زي ما شفت حضراتكم يا اما في اللاين يا اللي هي الترانزستور اللاين يا اما في سكه الشاشه زي ما وضحنا لحضراتكم وطبعا يا نكون افدناكم وده فيديو من الفيديوهات بتاعتنا طبعا ان شاء الله آه هيبقى لنا فيديوهات ثاني وبنحاول حول الفط... الفتر يعني احنا الفيديوهات بتاعتنا ابتدت تتحول من قصيره لطويله بشرح تفصيلي طبعا عشان الناس مبتدئين انا حاليا ما باخدش اعطال يعني انا لو هشارك عطله هاخد لك كنا هنحل وحضرتك كنت هحدد المشكله في سي فيرتيكال وخلص وهنغير في خمس دقائق لكن انا حبيت اوضح علشان الناس المبتدئه تقدر تستفيد والناس الفنيين اللي شغالين مش عارفين مثلا الشاسيه مثلا بيشتغل ازاي او في يعني بعض الفنيين ما في نقط غايبة عنهم يعني واحنا كلنا مش علما كلنا بنستفيد من بعض يعني انا مش قاعد كده نازل من اتولدت كده يعني شغال صيانة لا انا شغال قبل 20 سنة او اكتر فانت ما يعني مهما كان عندك علم ما يعني ما تتغرش لانك انت كده مش هتبقى يعني اكتر واحد عالم في الدنيا هتلاقي في ناس اعلم منك فوق كل ذي علم عليم فما تتغرش بعلمك العلم ده زي الرزق بيجي على سنين وممكن يروح في لحظة ريزم من ربنا فما تبخلش على حد بالعلم اللي عندك واحنا ما بنبخلش بمعلومات وحضراتكم كلكم عارفين احنا بنضيع في وقت يعني انا فيديو ده زي ده اعمله في 10 دقائق ونقعد معاكم مع حضراتكم حوالي نص ساعة النص ساعة دي بحاول افيد الناس مش قاعد اتكلم وخلاص فطبعا يعني بحاول نقدم معلومه للناس يعني مش مش بصين عطل وخلاص فبحاول أقدم, اقدم معلومه للناس لان الناس اللي متابعانا او المتابعين يعني متابعين كويسين وتقديرا ليهم انا بحاول ابذل المجهود بضيع في وقتي بضيع في فلوس بضيع في حاجات كتيرة علشان اقدر اقدم لكم معلومة وفي نفس الوقت حاجة الواحد يؤجر عليها وعلم الواحد بنشره وثالث حاجة برضو علشان نبقى صراحة مع بعضينا العائد المادي بعد كده من القناه لو في عائد هو العائد تعبان جدا يعني ما فيش عائد اساسا بيدخل الكتير يعني كل كام شهر لما بيجيلك مثلا 100 دولار ولا حاجه تلات أربع شهور يعني مفيش أساسا يعني بالنسبة لشغلها أنا تلات أربع شهور دول ساعتين على الواحد يقعدهم أو تلات ساعات يضيع في وقت يعني هجيب تمن التلات أربع شهور اللي هشتغلهم على القناة، فطبعا أنا مش باصص للعقد المادي دلوقتي، العائد المادي يجي بعد كده براحته إنما أنا دلوقتي أهم حاجة أنتوا تستفيدوا والعلم ينتشر والناس تستفيد واللي عايز معلومة يلاقيها والمبتدئ اللي عايز يتعلم يتعلم. ويلاقي حد بيفيده فيعني مش هطول على حضراتكم كتير يعني لكن حبيت ادردش مع حضراتكم في اخر الفيديو كده وان شاء الله باذن الله هتنتظرونا في فيديو جاي ان شاء الله وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده اترككم في رعايه الله كان معكم اخوكم محمود ابو دنيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونختم كلامنا زي ما تعودنا مع حضراتكم بالصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدنا محمد في الاولين والاخرين والملأ الاعلى الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته